السلام عليكم. ما زالت الفيضانات الأخيرة والتي ضربت عدة ولايات جزائرية تصنع الحدث، خاصة وأنها خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق فيديو بطول لصاحب سيارة في إحدى الولايات الجزائرية والتي ضربتها الفيضانات الأخيرة، وهو ينقذ أولاده بطريقة بطولية وأخرجهم لبر الأمان، والحمد لله لم تكن هناك خسائر بشرية. ودعا ناشطون من السلطات المحلية وكذا السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة التدخل العاجل والقضاء على النقاط السوداء المعروفة بتشكل الفيضانات فيها، وتسريح البلوعات ومحاسبة المقاولين والمسؤولين والمكلفين بإنجاز هذه الطرقات والسكنات، وتسليط عقوبات قاسية ورضعية عليهم ليكونوا عبرة لغيرهم.